قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر بالعديد من الأنشطة والفعاليات والاجتماعات. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من طلاب الأكاديمية، حيث دار حوار مفتوح شمل مجمل الأوضاع والتحديات الدولية والمحلية التي تمر بها المنطقة. ألف مبروك، إن شاء الله يعني نفرح بيكم بتخرجكم، وإن شاء الله تبقوا إضافة كبيرة جدا للقوات المسلحة بالجهد اللي اتعمل خلال فترة إعدادكم في الكليات خلال السنين اللي فاتت، وإن شاء الله توفقوا في حياتكم من عملي. حيث تناول اللقاء ثوابت السياسة المصرية بالتوازن والاعتدال والإيجابية لإنهاء الأزمات والصراعات في المنطقة. إحنا لينا ثوابت في سياستنا الخارجية، الثوابت دي تتسم دائما بالاعتدال والتوازن في معالجة قضايا، سواء كانت القضايا دي على مستوى الإقليم اللي هو منطقة الشرق الأوسط أو على مستوى العالم، ويكون دايما دورنا دور إيجابي يعني لإنهاء الأزمات وحلها مش لتصعيدها. دي ثوابت احنا ماشيين بيها في سياستنا الخارجية، والحقيقة دي مقدرة من دول العالم كلها، انه يحسوا ان مصر لها دور ايجابي في ان هي ما بتقومش ابدا بالعمل على صراعات او ازجاء صراعات او التآمر على الاخرين او التدخل في شؤون الاخرين الدول. يعني انا بتكلم منطقتنا بتمر بمفترق طرق خطير جدا، وده يتطلب مننا كلنا ان احنا ننتبه لده وللعمل على ان احنا نوجد زي ما قلت حوار استراتيجي فيما بيننا كلنا للوصول الى حالة من التفاهم تجاه مصالحنا اللي اكيد مش متقاطعة مع بعضها البعض. وتناول اللقاء مبادرة حياة كريمة، وهنا حياة كريمة احنا كنا عاملين لها 3 مراحل، وبدأنا مرحلة على ان احنا التكلفة المالية اللي محطوطة للموضوع دوت هتكلف 600 مليار جنيه، فبدأ كنا حاملين حسابنا ان تاخد سنة ونص، خدت 3 سنين، وخدت بدل 200 مليار جنيه حياة كريمة المرحلة الأولى داخلة في 400 مليار جنيه المرحلة الأولى. طب المرحلة الثانية هتبقى كام؟ أكيد الرقم زي ده إن ما كانش أكتر، والمرحلة الثالثة كمان زيها. احنا بدأنا بالقرى الأكثر تضررا، الأكثر حاجة، الرقم المتوقع للمرحلة الثانية 400 مليار. لا يمكن إن شاء الله ان احنا هنتوقف على خطه حياه كريمه، لا يمكن. انما عايز اقول لك ايه، انا فقدت في الكام شهر اللي فاتوا دول من موارد قناه السويس بس اكتر من 300 مليار جنيه، اللي هم ايه، حوالي 6.5 مليار دولار، 600 700 مليون دولار شهريا في المده دي كلها. ولسه فده يعني خلاني بننهي المرحلة الأولى، لكن وابتدينا نخش على استحياء في المرحلة الثانية، لكن الخطة ماشية. يمكن قوة الدفع بتاعتها أقل شوية نتيجة الظروف اللي بحكي لك عليها، اللي بتمنى من الله سبحانه وتعالى إنها تنتهي. كما أكد سيادته على أهمية دراسة الرقمنة وعلوم الحاسبات للدخول إلى ميادين عمل جديدة. في الرقمنة بتتولد 1,000,000 فرصة عمل جديدة على الأقل في هذا المجال. كم؟ 1,000,000 فرصة عمل. وهنا على سبيل في مصر في بلدنا احنا مهتمين جدا بالموضوع دوت، بان احنا يبقى موضوع الرقمنة والحاسبات ونظم المعلومات وكل الشغل المرتبط بالذكاء الاصطناعي، كل العلوم المرتبطة بيها احنا محتاجين نضخ فيها شباب وشابات اكتر كتير من الاعداد اللي بتخش، ونخلي مستوى التعليم اللي بياخدوه مستوى تعليم متقدم جدا، لان ده الفرص العمل بتاعته موجوده وموجوده من البيت. انت معاك الحاسب بتاعك ممكن تشتغل وتخاطب العالم كله وتقدم مواهبك وهم يطلبوا منك، ويبقى في اتفاق ويبعت لك المقابل بتاع الشغل اللي انت هتعمله له. تخيل ان ده متاح دلوقتي ومتاح بالالاف الوظائف بمستويات مختلفة. وانا كنت اتكلمت في الموضوع ده قبل كده كتير، وقلت ان احنا في مصر
لكل يعني الأسر المصرية، انتبهوا وعلموا أولادكم تعليم ليأخذوا فيه فرصة حقيقية للعمل. وعمل إيه ذو عائد؟ ما عندكش فكرة. كل ما يكون المستوى التعليم متقدم جدا جدا، كل ما بيبقى عنده فرصة إن هو يشتغل وياخد عائد مجزي جدا جدا جدا. وردا على سؤال من أحد الطلبة بشأن السلوكيات غير القانونية لاستغلال المميزات التي كفلتها الدولة لسيارات ذوي الإعاقة، الموضوع ده مش صح، وترتب عليه الفكرة دي نفسها لما الدولة ما عملتهاش بشكل متعمق في الدراسة. الناس اللي كان اللي احنا بنستهدف ان احنا نساعدهم بظروفهم اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني اتحطوا فيها اتضروا، وتقريبا اللي خدوا العربيات ديت 10-12% من المعاقين، والباقي يا اما ورق مش مظبوط يا اما ادوا للمعاق حاجه وخد منه يعني بطاقته وخد منه كده وراح جاب العربية. الكلام ده مش هيحصل تاني. وأكد سيادته على تماسك الشعب المصري باعتباره الركيزة الأهم للحفاظ على أمن واستقرار الوطن. أنا متصور أن الاختبار خلال 10-12 سنة اللي فاتوا رغم كل الظروف الصعبة دي هو متماسك ومتفاهم، وأنا بقول له يعني بسجل لك ده والتاريخ هيسجل لك ده أنك أنت قدام كل الإجراءات اللي اتعملت وكل الظروف الصعبة اللي مرينا بيها فيها صامد ومستقر، ولازم نستمر في صمودنا واستقرارنا حتى نحقق بفضل الله سبحانه وتعالى اللي احنا بننشده من خير وتقدم وازدهار لبلدنا. الشعب المصري محور ارتكاز استراتيجي للحفاظ على الدولة المصرية، وبالتالي هو اللي بيحاول يعبس اللي بيحاول يحرك بيشتغل على ده. وزي ما قلت كده في زيكم شباب كتير جدا دلوقتي موجود بقى عنده 20 و25 وأقل شوية، ده ما حضرش الحالة اللي احنا كنا موجودين فيها وحجم الخراب اللي احنا عشنا. هل بعضكم يعتقد انه يعني هل هذا الموضوع هو المهم؟ انا عايز اقول لكم هذا الموضوع هو الاهم، هو الفهم، هو ده اللي هيخليك تصمد وتستحمل معايا لما ظروفك الاقتصادية تبقى صعبة. هتستحمل، هتبقى عارف ان الموضوع مفيش حد، وانا قلت الكلام ده قبل كده على في مكاني يعني او اي مسؤول حتى عنده فرصة انه يساعد الناس اللي عنده وما يعملش. كل سنة وانتم طيبين والف مبروك، وسعيد بيكم وسعيد بأسئلتكم وفرحان بيكم. متشكرين، خلي بالكم من نفسكم، حافظوا على نفسكم، حافظوا على أسركم، لما تتخرجوا بالسلامة إن شاء الله قريبا ألف ألف مبروك لكم والأسرة. كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، حيث بدأ الاحتفال بعروض الكفاءة البدنية والاشتباك والدفاع عن النفس. وفي ختام الاحتفال قدم الخريجون عرضا عسكريا يتقدمهم حملة الأعلام، أظهر ما وصل إليه الخريجون من كفاءة بدنية وانضباط عسكري، ثم ردد الخريجون قسم الولاء. وقام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقليد الأنواط لأوائل الخريجين من مصر والدول الوافدة. وألقى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية كلمة استعرض فيها مراحل إعداد وتأهيل الطلبة ليكونوا جيلاً جديداً قادراً على دعم منظومة الأمن المصري. وفي نهاية الاحتفال هنأ سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الخريجين وأسرهم على انضمام أبنائهم لجهاز الشرطة، ودعاهم للتفاني والإخلاص لتحقيق مهامهم المقدسة في حماية أمن وسلامة مصر والمصريين. واسمحوا لي أن أنا أشكر الخريجين وطلبة الأكاديمية والقائمين على العملية التعليمية والتدريبية في الأكاديمية على الجهد وعلى الأداء
متميز، بهني الأسر وبهني الخريجين وقال لهم خلي بالكم من نفسكم وتعاملوا مع أشقائكم وأبنائكم أبناء مصر بما يليق باللي انتوا تعلمتوه بالقيم ديت. خلي بالكم من نفسكم وخلوا بالكم من أسركم وإن شاء الله موفقين دائما وربنا يوفقكم. شكرا جزيلا. وعقب انتهاء الحفل شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي الحضور بمائدة الإفطار، حيث دار حوار مفتوح تناول فيه سيادته مجمل الأوضاع المحلية والدولية التي تمر بها المنطقة في ظل الأحداث المتصاعدة الأخيرة. كما تناول الحوار العديد من الملفات الإقليمية والدولية من بينها ملف سد النهضة. سد النهضة أنت بتحاول بقدر الإمكان أنك أنت تشاور في جلسات وفي حوار مختلف ولقاءات واستخدام أدواتك السياسية والدبلوماسية وحاجات أخرى كتير في أنك أنت تمنع الشر المحتمل ده. احنا خلال العشر سنين اللي فاتوا دول تم انفاق ارقام مالية ضخمة جدا في تحسين ومعالجة المياه على مستوى الجمهورية بالكامل. احنا بنتكلم في يعني 400 مليار ولا اكتر. ها انا بتكلم في محطات معالجة ثلاثية متطورة زي بحر البقر والمحسمة والدلتا الجديدة اللي موجودة هناك. انت بتتكلم في مليارات كتيرة. اللي انا قصدته بدا ايه؟ في دايما في التعامل مع القضايا بتاعتنا كنا احنا ما بنركنش الى خيار واحد. لا احنا بنقول ايه؟ هنحاول ان كل المية اللي ممكن نعيد استخدامها، احنا في الزراعة تقريبا 40-45 مليار متر مية. شغالين في خطة للزراعات الحديثة. وشغالين في خطة لان احنا يبقى المعالجة الثلاثية المتطورة وهيبقى تقريبا يا تاني يا اول دولة في العالم بعد حاجة سنوات بسيطة جدا بتعالج المياه اللي موجودة عندها. وفي الشأن الداخلي اكد السيد الرئيس اهمية وجود حوار مستمر داخل المجتمع. الحوار الوطني يا استاذ مصطفى، وانا شايف الدكتور ده قدامي، طب ما احنا اي قضية من القضايا اللي انتوا الحوار ده احنا قلنا ده في حالة انعقاد يا فندم دائم مش كده؟ واي قضية مش بس القضية ديت عايزين تتكلموا فيها انا ما عنديش مشكلة، وبالمناسبة اتكلموا واتكلموا في الاعلام، خلوا في بيانات بتتكلم، حد يشرح يقول حاجة، يعني حد يشرح في موضوع معين عن الاقتصاد، عن شكل القوة في العالم بقى عامل ازاي. يعني انت عايز تتكلم على طرح يساعد اللي بيسمعك انه اولا يحب يشوف. وبالمناسبة تاني هقول الإعلام والدراما قادر على أنه هو يعمل رسائل أكتر كتير من اللي احنا وانتوا نقعد نتكلم مع بعضنا كده. من فضلكم حطوا النقاط والموضوعات الساخنة اللي انتوا خايفين منها بما في كلام بتاع حتى موضوع الزلزلة الكبيرة أو بتاعت المنطقة وشكل المنطقة هتبقى عامل ازاي واحنا هنجابهها ازاي. طول ما واقفين على رجليكم يا مصريين ومتماسكين أي حاجة هتبقى سهلة. كذلك أكد سيادته على الدور المصري في السودان والصومال. طب احنا بنبذل جهد بقى عشان السودان يستقر، احنا بذلنا جهد عشان السودان ما يخشش أبدا في اللي هو دخل فيه. احنا بالنسبة لدعمنا للصومال احنا بندعم الصومال في إطار مش عشان أثيوبيا، بندعم الصومال لأن الدولة دي بقى لها أكتر من 30 سنة في حالة عدم استقرار. كل سنة وانتم طيبين. شكرا. كما حضر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال السنوي بالمولد النبوي الشريف، والذي بدأ بكلمة للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وأعقبها فيلم تسجيلي بعنوان مولد النور، ثم فقرة إنشاد ديني للمنشد مصطفى عاطف. ثم كلمة لفضيلة الدكتور الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر. ثم قام السيد الرئيس بتكريم عدد من كبار علماء ووعاظ مصر والعالم الإسلامي. وفي نهاية الاحتفال قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلقاء كلمة هنأ فيها المصريين والعالم الإسلامي بمولد خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. يطيب لي في هذه المناسبة العطرة أن أتوجه بالتهنئة لشعب مصر الكريم ولكافة الشعوب العربية والإسلامية، سائلا الله العلي القدير أن يعيدها على الشعب المصري
وعلى الأمتين العربية والإسلامية وعلى العالم أجمع بالخير واليمن والبركات. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الصناعة والنقل ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث اطلع السيد الرئيس على الموقف التنفيذي لعدد من الملفات ذات الصلة بالتنمية الصناعية والعمرانية في إطار استراتيجية الدولة لتطوير القاعدة الصناعية وتحديثها. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واستعرض في الاجتماع المحاور المختلفة لاستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة جنوب سيناء القائمة على تنفيذ عدد من المشروعات والاستثمارات في شتى القطاعات تنمويا وعمرانيا وسياحيا وثقافيا، وذلك في إطار خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من مقومات كل محافظة وفقا لطابعها الخاص وميزاتها التنافسية. كما عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير المالية ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، وتناول الاجتماع خطط تطوير منظومة الكهرباء الوطنية، حيث تم استعراض الاستثمارات المطلوبة لتطوير شبكات التوزيع ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل عام خاصة في محافظات الصعيد. كما عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس هيئة قناة السويس ورئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، وتناول الاجتماع عرضا لتطورات حركة الملاحة بقناة السويس في ضوء التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب والسبل الحد من التأثيرات السلبية على حركة الملاحة بالقناة في ظل أهميتها لاستدامة واستقرار سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والوفد المرافق له، حيث نقل الوزير الأمريكي للسيد الرئيس تحيات الرئيس بايدن وتقديره للدور الحيوي الذي تقوم به مصر لاستعادة الاستقرار في المنطقة. أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا برئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، وقد تناول الاتصال تأكيد سيادة الرئيس على دعم مصر الكامل للبنان ووقوفها بجانبه في هذه الظروف الدقيقة، مشددا على ضرورة الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار بكل من لبنان وغزة. أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية جزر القمر غزالي عثمان للاطمئنان على صحته بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها، حيث أكد السيد الرئيس على إدانة مصر للمحاولة الآثمة لاغتيال الرئيس غزالي، مشددا على تضامن مصر ودعمها الكامل لأمن واستقرار جمهورية جزر القمر الشقيقة. كما تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، جرى خلاله التباحث بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية وخاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن جهود التهدئة.